السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم فيديو جديد ووصفة جديدة للشعر، وصفة رائعة جدا يمكن انكم تداوموا عليها فقط مدة قصيرة وتعطيكم نتائج رائعة. الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة، معكم مريم، ما تنساوش تشتركوا في القناة ذلك بالضغط على زر ابوني الموجود اسفل الفيديو، وتقوموا بتفعيل الجرس عفوا، باش يبقى يوصلكم دائما جديد الفيديوهات اللي كنقدم على القناة. الوصفة اللي غنقدم لكم اليوم عبارة عن وصفة اللي كتساعدكم على تقوي لكم الشعر ديالكم، في نفس الوقت غادي تخلي الشعر ديالكم رطب وناعم، خصوصا بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ان الشعر ديالهم جاف او خشن، او دائما الشعر ديالهم ما تيكونش الشعر ديالهم ماشي بصحة جيدة، فيه تقصف، فيه مهم، فيه عديد من المشاكل اللي من بينها هو ان الشعر ديالهم كيتساقط وفي نفس الوقت الشعر جاف وخشن. اول حاجة ممكن ديروها قبل ما تبداو روتينات او لا وصفات الشعر ديالكم هو انكم تقطعوا الشعر ديالكم، حيت شي مرات كيكونوا عندنا يعني داك لي بوينت ديال الشعر ما كيبقاش يطول لنا الشعر مزيان، فمن الافضل اننا نقطعوا الشعر ديالنا قبل ما نبداو نديروا ليه الوصفات الطبيعية. شي حد كيدير طق 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 ما يخلينيش نصور لكم الفيديو. المهم، من الافضل انكم ديروا تقطعوا الشعر ديالكم قبل ما نبداو الوصفات الطبيعيه. غنقول لكم المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه. غنحتاجو الموز، من الافضل انكم تاخذوا داك الموز اللي كيكون هذا الغشاء ديالو ولا كحل بزاف وكيكون رطب من الداخل فمزيان، وتاخذوا جيل الويفيرا. انا هذا هو اللي استعملت، ممكن هذا فيه 92% من جيل الويفيرا الطبيعي، ممكن تستعملوا هذا وممكن تستعملوا الالويفيرا، يعني تاخذوا نبته الصبار وتخرجوا داك الجل ديالها وتستعملوه بدل انكم تستعملوا هذا. واحد سؤال كيجيني بزاف، حيت هذا كنت استعملته في فيديوهات سابقه، منين كناخذه؟ موجود عن جميع المحلات اللي كيبيعوا مكياج ومواد جميل، غادي تلقوهم عنده. كاينين صفحات على الانستغرام كيبيعوه، ولكن كيبيعوه بثمن غالي جدا. ردوا بالكم، راه الثمن ديالو ما غاليش بزاف، ما كيتجاوزش واحد ما عقلتش بالضبط شحال خديته، ولكن واحد 50 درهم، ما وصلش 50 درهم نهائيا الثمن ديالو. غادي نحتاجو الياغورت الطبيعي، هنا خديت نص كاس من الياغورت، ممكن يعني تضاعفوا هاد المكونات على حسب الشعر ديالكم، يعني الطول ديالو ولا الكثافه ديال الشعر ديالكم. وغادي نحتاجوا الزبده. الزبده اللي استعملت في هاد الوصفه هي الزبده اللي كتكون فيها الدهنيات بزاف، عرفتوا ديك الزبده اللي كنستعملوا باش كنورقوا المسمن ولا كنستعملوها في لاباط في تي ولا شي حاجه، راه هي هذيك الزبده اللي استعملت في هاد الوصفه. مهم، راها موجوده وكتباع والثمن ديالها رخيص ما غاليش بزاف. غادي نمروا الان طريقه تحضير هاد الوصفه. من بعد ما كنخلطوا جميع المكونات مع بعضياتهم كما شفتوا معايا، كيولي عندنا الخليط بهذا الشكل، واخا كيبقاو عندنا دوك طريفات هكا صغارين ديال الزبده ماشي مشكل. غنوريكم كيفاش غادي ديروا. غادي بعدا تمشطوا الشعر ديالكم مزيان وتفرقوه على جوج ديال الجهات، وغادي تبداو تاخذوا خصله بخصله ديال الشعر، كنبداو نهزوا شويه من هذا الخليط
باش نشرح لكم الطريقه وتفهموا اكثر. كنبداو ندللكم بحال ما هكا الشعر ديالنا بهاد الخليط بحال ما هكا، وكنمشطو بالمشطه باش كتندمج هاد الزبده اللي درنا مزيان مع الشعر، وكنبقاو خصله بخصله خصله بخصله حتى كنكملو الشعر ديالنا كامل. من بعد هاد المزيج كنخليوه واحد المده تقريبا ديال واحد ساعة ولا ساعتين على الشعر ديالكم، ماشي مشكل، يعني تقدروا تخليوه حتى ساعتين ماشي مشكل. ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا، غادي ياخد لكم الشعر ديالكم شوية ديال الوقت في الغسيل ديالو. غتغسلوا الشعر ديالكم مزيان وغادي تستعملوا شامبوان الشعر ديالكم. بغيت غير نهضر لكم على مسألة شامبوان الشعر، انا اللي كنستعمل هذا، هو اللي كنستعمل مده طويله، شي مرات كنحيدو وكنعاود نستعملو، وهو اللي كنحس به زعما ما كينشفش ليا الشعر ديالي. لي شامبوان البنات راه ما كيداويو الشعر، ما كيعالجو الشعر، ما كيديرو حتى شي حاجه من غير انهم تينظفوا لكم الشعر ديالكم، يعني هذه هي الوظيفه ديالهم، هو انهم كينظفوا لكم بشر الشعر ديالكم عفوا. فبلا ما تبقاو تخسروا الفلوس ديالكم تشريو شامبوانات اللي هما غاليين غير باش تعالجوا الشعر ديالكم، على العكس استعملوا وصفات طبيعيه اللي كتعالج الشعر. نوع واحد من الشامبوانات اللي هو كيعالج الشعر هما الشامبوانات اللي كيكونوا مصوبين من مكونات طبيعيه، وردوا البال المكونات اللي كيكونوا مصوبين بهم شامبوان، الا كانوا مكونات طبيعيه 100% فكيعالج لكم الشعر ديالكم. هذا بغيت نهضر لكم عليه، هذا كنت خديته شفتو لا مارك من اي غوشي، صراحه ما علش لي انا الشعر ديالي، ماشي ما علش لي الشعر ديالي، انا على ود نغسل الشعر ديالي ما خصوش ينشف لي الشعر ديالي، ما كيعجبنيش الشامبو اللي كينشف الشعر، هذا كينشف الشعر ونشف لي شعري بزاف. صافي راه ما استعملتوش اصلا، راه مازال فيه دابا شامبو وما بقيتش حبستو ما بقيتش استعملتو. هذه كانت كوليكسيون فيها بزاف، هذا جو بونس بالنعناع ولا بلا الويفيرا، سما مكتوباش هنا كاتبين فيه سون سيليكون سون كولورون سون بارابين، يعني هذا راه طبيعي، ولكن انا صراحه ما نشف لي الشعر ديالي. الوغ الحاجه اللي كنت باغا نقول لكم، انكم تنظفوا الشعر ديالكم مزيان، انا ندير لكم تكملوا على الوصفه، هذه الوصفه الا بغيتوا تعطيكم نتيجه وفعلا يتعالج الشعر ديالكم في مده قصيره ممكن ديروها جوج ديال المرات في الاسبوع وداوموا عليها المده ديال شهر، وفعلا الشعر ديالكم البنات غادي يولي رائع جدا مع هذه الوصفه. معلومه واحده اخرى اللي كنقول لكم في اغلب الفيديوهات الا لاحظتوا، انكم ممكن تضيفوا بذور الكتان من هذه الوصفه، انا بذور الكتان حتى هي زوينه بزاف في الشعر ديالكم، ممكن تضيفوها يعني هي طحنوها تضيفوها او تضيفوا الجل ديالهم لهاد الوصفه. شكرا على التتبع ديالكم لهاد الفيديو، شكرا على الوفاء ديالكم دائم للقناه، ان شاء الله مازال غنقدم لكم العديد من الفيديوهات، ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد، وبسلام عليكم ووصفه جديده باذن الله مره اخرى، بسلام عليكم.